السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جميلة كلنا بنعشقها، وصفة الممبار. هنشوف مع بعض احنا هنعمل الخلطة ني في ني ازاي، وهنحشيه ازاي، ونسلقه ونحمره. طريقة سهلة وبسيطة، ممكن اي حد يعملها. وبصوا السوا بتاعه جميل ازاي وطري. بص الحشو من جوه، بسم الله ما شاء الله، جميل وطري كده اهو معايا، ومستوي حلو بألف هنا وشفا. ويلا نشوف بقى احنا هنعمله ازاي. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. انا معايا هنا الممبار. الممبار بتاعي انا غسلاه ونقعاه حلو، وغسلاه بالملح والدقيق والخل، ومنضفه حلوة قوي. وانا ان شاء الله على العيد اهو، كل سنه وانتم طيبين قرب. انا هجيب لكم طريقه تنظيف الممبار ازاي وهعمله معاكم. وبصوا نقعه في ميه كده بعد ما تصفى، بصوا نضيف ازاي وما شاء الله، يعني شكله يفتح النفس. انا بقى عامله خلطته وهعمله ني في ني، مش هسبك. انا معايا هنا الرز مغسول ومتنضف ومتصفي، معايا هنا دي قوطه متقطعه برضو قطعه صغيره كده سلطه، ومعانا البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وملح وشطه وكمون وكزبره وبهارات محشي، معايا صلصه وبصل، ودي خضره متشكله بقدونس وكزبره وشبت، ومعايا هنا مع البصل ده والنعناع فريش، عشان ما عنديش نعناع ناشف، هو لازم في الوصفه دي نعناع اي وصفه محشي. فطبعا انا ما عنديش ناشف، فانا جبته فريش كده وقطعته. هعمل بقى الخلطه في هقلب كله في الرز. هشيل ده الاول، هحط بقى كل حاجه كده على الرز وهقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دي البهارات كلها والملح وكله. ودي الطماطم، ودي الخضرة، كده ده البصل اهو، النعناع، وهحط هنا معايا الصلصة، هحط معلقتين كبار، او هو يعني بصوا هو نصه كده، فانا هقلبه حبة ماء صغيرين قوي، حبة ماء صغيرين خالص عشان ما يبقاش في الخلطة فيها ماء، يعني بق صغير كده، وارجع لكم تاني. بصوا حبة صغيرين ازاي، يعني برضو هي مش خفيفة. بصوا بقى الطبق ده صغير، فانا هقلبهم في طبق كبير وهقلبهم واوريه لكم في الاخر عامل ازاي. بصوا انا كده قلبته وظبطت الملح بتاعه، دقته يعني وظبطت الملح بتاعه. دلوقتي بقى هنزل بحبة زيت كده وهقلبهم. ده بيساعد في الحشو معايا. طبعا الرز والخلطة دي الكمية زي ما انت عايزة، يعني على حسب كمية الممبار اللي انت هتعمليها. هي كده جاهزة، نبتدي بقى نحشي. بصوا معايا الممبار اهو كده، طبعا في ناس بتحبوا حبل كده طويل، في ناس بتحب تقطعه كده بالواحدة، فاحنا هنعمل بقى كده بالحبل. انا هحشيه بايديا مش بقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا هجيب قدامي كده كده،
بصوا تمسكوا الممبرايه كده بالصبعين دول وتخلوا دي مفتوحه كده اهي بكل سهوله. اهو شايفين طبعا ما نحاولش نملاه، نحاول نخلي فيه فراغات يعني ما نكبسوش قوي يبقى مهوي، عشان لما طبعا بيستوي الرز بيزيد فيه، فلما يبقى متهوي يبقى الرز واخد راحته. انا هوريكم دلوقتي، انا هقطعه صوابع، انا معايا السكينه فالصبع اللي هحس كده طوله مناسب هروح اقطعه. اهو شايفين، شايفين مهوي ازاي. فانا هجيب سكينه دلوقتي وهقطع بيها. بصوا هبتدي بقى اقطع، اهو كده بصوا متهوي مش مليان، هحطه بقى في الطبق هنا جنبي. بس عشان الوقت الفيديو بقى ما يكونش طويل، انا هخلص معايا كل الكمية وهوريكم بعد كده هنسويه ازاي. بصوا انا كده اهو خلصت الممبار، حشيته كله اهو. دلوقتي بقى انا حاطه حلة مية على النار تغلي عشان هسلق فيها الممبار، وهوريكم انا هسلقه ازاي وهحط له في الشوربه. هو طبعا سليقه سهل خالص زي اللحمه بالظبط، بنحط الميه على النار بنحط فيها الفلفل الاسمر والورق اللوري والقرفه الخشب وهنسقطه ونسلقه فيها وهنشوف هنعمله ازاي. بص انا حطيته اهو في الحله بتسلق اهو على النار. دلوقتي بقى هحط له بقى ورق اللوري والقرفة والفلفل الاسمر، مش هحط ملح طبعا دلوقتي، الملح ده بعدين شوية في نص السوا كده. وكده بقى ما فيش حاجة تانية هنعملها، لما يستوي هحمره وهشوف هقدمه لكم ازاي. فاستنوني لما يستوي وحمره بعد كده هقدمه لكم. وكده بقى بعد ما اتسلق الممبار وحمرته بالشكل ده وطلعته وهو بقى بالمنظر ده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك واللايكات يا جماعه، اللايكات عشان دي بترفع من الفيديو. واتمنى ان انتم تجربوا بقى وصفتي في الممبار وان شاء الله هيعجبكم. السلام عليكم.